حماة العرين، الأغنية الوطنية والملحمة الكويتية التي أشعلت الحماس في نفوس الكويتيين وحركت مشاعر حب الوطن والانتماء إلى الأرض، تغنى بها شاد الخليج وشدى بصوته العذب بكلمات للذود عن الكويت. فما حكاية هذه الأغنية الوطنية في عام 61 وبعد استقلال الكويت مباشرة؟ هدد النظام العراقي البائد آنذاك عبد الكريم قاسم باحتلال الكويت. إن الكويت جزء لا يتجزأ من العراق. فحب الكويتيون بالذود عن وطنهم حينها سارع الشاعر الكويتي عبد الله سنان بكتابة قصيدة حماة العرين وعرضها على الموسيقار أحمد باقر لتلحينها، ووقع الاختيار على الفنان شادي الخليج ليشدو بها. وعبر أثير إذاعة الكويت صدح شاد الخليج بكلمات هذه الأغنية، فكانت حديث الكويت والكويتيين كرد على التهديدات العراقية. وحماة العرين هي أول أغنية وطنية تكتب وتسجل بعد الاستقلال، اختيرت بأن تكون شارة أخبار تلفزيون وإذاعة الكويت وحتى وقتنا الحالي.